إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مهلا بيوتاتشن بصفات يميقات من قدينا هنوم جن أبزان يو هزباتشن تاج نتبوچن بول كالملايت ويتنسى بزو كدفتوچن يفتزمال بزي رغد تقامي الرمتوچن يساتالو يتبالو نتبوچ تسبسبو قربوال تمرتو رزم يالا ليهون يچلال بيهونمكن اندمن انترساچون نكساچو اسكمچرشاو اندتسموت ادرا الالو بزيو تمرت امست كفلوچن انيالن كفل اند من النتو مهلا مالت عندن قدعي لما تناكر سيبال بتلي ملكو يا الله نسم ويم مقلجة ويم صفة موسات مالتنا والله تالله بالله ورب الكعبة وزت بميلوت ممال يتشالل تاديا عندسو بكتتا يا الله نسم كملاسو باوت عم إهن لا درك ويم لا درك ميالو ويم مهلا لبي كالة عند مهلانو يميك ودرو كفل هولت يمهلا بيينوش مهلا بأمستو يشريعا حققات السر اللي عارفي چلال عندنيا أسقداج هونيتا سياقات ام ممال قديتانو ولتنيا فايدانو روت سيقين ممال يمي ودرنو سوستنيا بتفك أدا قداي لاي اونت اسكو ندرس ويم اونتنو يمي لو قمتو كادلا ممال يميفكرنا ما بزاتو قنتا قبي عيدلم مكنياتو الله سبحانه وتعالى مهلا وجاتشون تبكو بالوالنا بسورة المائدة أنقذ سمانيا زدين يمهلا مبزات لوشت يقال لدال يإيمان مساسات منو أراد تنيو بشريعو بميت ألا نقر لاي ممالي تتألانو لمسالي أندسو بچون هنو مقوازو بشريعو يتتألانو يهن ليادرك بيملم مهلاو يتتلا يهونال بقبييت لاي ممالم عنديهو يتتلانو عمستنيا ونتن لما فرس ويم حستن لما انقس يمي ملك هون ممالو حرامنو ماساس سبيع يا امرو بشتنيا راسون يساتسو هزان كقدد ترويج يهونا قدة وست يقباسو سكارم ساسبو مهلا كملاسو ياملتو سو يرسى سونا يتجدد سو محلات شو كقوبم أي قبم عند محلام أي قدر كفل سوست يا محلة أين توج عندنيا يزازاتا محلة تاسبو بتسيحون بوري محل سايستوال يميوت آ محلانو يهي يا محلة أينت عند محلة أي قدر الله سبحانه وتعالى اندهلال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله بمهل لو تشاتشو بودكو أيزاتشو سورة المائدة أنكت سمانية زدين ولتنيا بول يتكواتر محلة تاسبو بت يمي وتعي محلة عينتنا والله يهن لا درق ويم لا درق بمي الملكو بالفسايحون ويم فيت بالا نقر لاي بما يتاسب سايحون مهون بميتشل قداي لاي تاسبو يوتا محلا سيحون سويو محلاون كال تبكة مكا كاشا ويم كفارة يتبكوال سوستينيا يهاتست محلا يسوچن حق لما بلات ويم لما تاللنا لما جبربر ويم لليلام علاما بيحون هون تبلو بوشت لاي يمي فتن محلانو يهي زاري بنقدونا بليلو تشمه براوي هيوتو تشوست يتنسرافا تفاتنا هون بلو بحستي يمال يميشت يميلوت او زاري كلا لا يدل جيتاتشن الله سبحانه وتعالى
بزيه لاي من عينة كباد ملكت انداس تلالفة ان ملكت. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. النزيا بالله قال كيداننا بمحلو تشاچو تكيتن تكمن يميلوتو بمجرشايتو عالم منم اتا يلاچو بقياما كنم الله عناكراچو ودنسوم اي ملكت عاتراچو لنسوم اسامامي كتات علاچو. سورة آل عمران انقط 77 طفاتو ككبائر مالتم كتللك وانجلوچ وسط يميمدب اندهونه سيقلتو نبي عليه الصلاة والسلام انديه بلوال با الله ما قارت ولا جوجن حقات شون متعس نفسن ما تفاتنا يكتفت مهلا تلالاك وانجلوشنات شو بخاري زقبوتال يحست مهلا كباد وانجل كمهون يتنسى ما كاكاشا التدرقلت يهي يبوزوهان علماء ايتانو يهن يفتمسو يهلو مرجع يوسدو حق كاله ملسو يفتأمو بدل كالة أستكاكلو تككلينيا توبة مادرق بچانو. نبيو عليه الصلاة والسلام انده لالو أمست تفاتوش ما كاكاشا إلا جو بالله ما قارت يال أقباب نفس ما تفات مؤمن مزرف بجهاد لاي بفت الجاسات مششنا يال أقباب جنزب يمي بلابت حستينيا مهلا كفل أرات يمهلا ما كاكاشا ويم كفارة. عند سو يهونن قداي لفت ام كمالة بوهالة قالون بيافرس وانجلنيا اندايهون يمي عمل تبتن كدادا الله سبحانه وتعالى امشاش تلتال. نبي عليه الصلاة والسلام اندهي لالو باندو قداي لاي يمال سو كمالة بت قداي يتشال نقر كتايو يفت امو كزيام مهلون يهكاكس بخارينا مسلم زقبوتال ماكاكاشون اسمل كتو الله سبحانه وتعالى اندهي لال. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما بشاوم بيتسبو تشاتشون كم تمقبوت كمكاكلين يوم قب 10 مسكينوچن ما بلات ويم انسونو مالبس ويم چانقان باريان نتا ماوطاتنو انزيهن يالاگينيمسو 3 قناتن مصومنا يه بمالاچو گيزي يمحلاچو ماكاكاشانو. سورة المائدة انقط 89 سلازي ماكاكاشوچو اندنيا 10 مسكينوچن بيتسبون كميمگبو مكاكلنيا يمگب اينت ياند وقت مگب ما بلات ولتنيا 10 مسكينوچن صلاة يمياسجد لبس مالبس 3 مؤمن باريان نزع موضات كنزيه ما كاكاشوچ وست قدم تكتل سايتبق يقللون مرطو مفصم يشلال انزيهن كالچالگن 4 3 قن مصوم አለበት كاند اسك 3 كالوت وست مفصم يميچل سو زلو ودا صوم مغبات ايچل زيغا ودا 6 يميونو ماساسبيوچ አሉ አንዳንዱ ማሳሰቢያ ነጥቦች አሉት እንከታተል ማሳሰቢያ 1 የመጀመሪያዎቹን ምርጫዎች ባለመቻሉ ጾም የመረጠ ሰው አከታትሎ የመጾም ግዴታ የለበት ማሳሰቢያ 2 ከፋራ ወይም ማካካሻ የሚመለከተው መሐላ አንደኛ ወደፊት ባለና ሊሆን በሚችል ጉዳይ ላይ ከተማለ ነው بالفة ويم فتصمو ليهون بما يتاسب قداي لاي يمالسو كفارة اي ملكتو. ولتنيا مهالاو با الله ويم بسموچو ويم بصفوچو كهوننو بفطور يتمال مهالا وانجل سلوهن ما كاكا شا سايهون توبتنو يم يسفلنو. 3 تقدو سايهون بمرجعو يمالو مهالا كهوننو. 4 بقالو سايقين
መሐላውን ካፈረሰ ነው። ማሳሰቢያ 3 አንድ ሰው በሚምል ሰዓት ኢንሻአላህ የሚል ቃል አብሮ ካወጣ መሐላውም ቢያፈርስም ማካካሻ መፈጸም አይጠበቅበትም። ማሳሰቢያ 4 አንድ ሰው ሌላውን ወላሂ እንዲህ ልታደርግ ብሎ ቢምልና ያኛው ሰውዬ ሳያደርግ ከቀረ የማለውን ሰው ከፋራ ይመለከተዋል። ነገር ግን ሰውየውን ለማስገደድ ሳይሆን ለማክበር ብሎ ከሆነ ያደረገው ከፋራ ግዴታ አይሆንበትም። ለዚህም ማስረጃ የሚሆነን አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ዘንድ ሁለት እንግዶች መጥተው ምግብ ሲያቀርቡላቸው አንተም ብላ አሉ ለአቡበክር። ወላሂ እኔ አልበላም አሉ እሳቸው። እንግዶቹም ወላሂ እኛም አንበላም አሉ። ሁሉም ሲምሉ ጊዜ አቡበክር ይሄ ከሸይጣን ነው በማለት በሉ። እንግዶቹም በሉ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲነገራቸው አቡበክርን አንተ ከሁሉም መልካም የሠራና በላጭ ነህ በማለት ከማሞገስ ውጭ ከፋራ እንደሚመለከታቸው አልነገሯቸው። ሙስሊም ዘግበውታል። ማሳሰቢያ 5 አንድ ሰው ሌላውን ወላሂ እንዲህ ልታደርግ ወይም ላታደርግ ብሎ ቢምል ከሰውየው ጋር እልህ ከመጋባት ይልቅ በመሐላው እንዳይጠየቅ ብንተባበር መልካም ነው። ማሳሰቢያ 6 መሐላን ማፍረስ የተለያየ ብይን አለው። አንደኛ ዋጅብ የሆነ ማፍረስ፣ ይህም ወንጀል ሊፈጽም የማለ ሰው መሐላውን ማፍረሱ ግዴታው ነው። ሁለተኛው ሐራም የሆነ ማፍረስ፣ እሱም የማለው ያለበትን ግዴታ ለመፈጸም ወይም ከሐራም ለመራቅ ከሆነ ቃሉን ማፍረሱ ሐራም ነው። ሶስተኛ ምርጫ ያለው ማፍረስ፣ ይህም በሸሪዓው የተፈቀደን ወይም ግዴታ ያልሆነን ነገር ለመስራት ወይም ለመተው ቢምል ፍላጎቱ ከሆነ መሐላውን ማፍረስ ምርጫ አለው። በሦስቱም ሁኔታዎች መሐላውን ያፈረሰ ሰው ማካካሻ ወይም ከፋራ መፈጸም ግዴታ አለበት። ይህ የሚሆነው ግን እያወቀ በምርጫውና እያስታወሰ መሐላውን ካፈረሰ ነው እንጂ ባለማወቅ ወይም ተገዶ ወይም ረስቶ መሐላውን የሚጻረር ነገር ቢፈጽም ማካካሻ የመፈጸም ግዴታ የለበትም። ማሳሰቢያ 7 አንድ ሰው በአንድ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ ወላሂ ይህን ላልሰራ እያለ ደጋግሞ ቢምል የሚመለከተው ከፋራ አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ክፍል 5 በምንድን ነው የሚማለው? ሰዎች እንደ እምነታቸው በፈጣሪ፣ በደጋጎች፣ በወላጆች፣ በነቢያት፣ በመላእክት፣ በመቃብር ወዘተ ሲምሉ ያጋጥማል። በሃይማኖታችን ግን ከአላህ ውጭ ባሉ አካላት መማል በጥብቅ የተከለከለ ነው። ለምሳሌ ያክል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ በአባቶቻችሁ በእናቶቻችሁና ያለ አግባብ ሰዎች ለአላህ ቢጤዎች ወይም አቻዎች አድርገው በሚይዟቸው ነገሮች አትማሉ፣ በአላህ እንጂ አትማሉ፣ እውነተኞች ሆናችሁ እንጂ አትማሉ። ከአላህ ሌላ ባለ ነገር የሚማል መሐላ ሁሉ ሽርክ ነው። ከአላህ ሌላ ባለ የማለ በእርግጥም ክዷል ወይም አጋርቷል። አንዳችሁ በመሲሕ ወይም በዒሳ ቢምል አደጋ ላይ ወድቋል። መሲሕ ግን ከአባቶቻችሁ የበለጠ ነው። ዓብድላህ እብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ይላሉ፣ እውነት ተናግሬ ከአላህ ሌላ ባለ ከምምል ውሸት ተናግሬ በአላህ ብምል እመርጣለሁ ይላሉ። ይህ አነጋገር በፍጡር መማል ምን ያክል አደገኛ እንደሆነ አጉልቶ የሚያሳይ ነው። ማሳሰቢያ፣ አንዳንዴ እንዲህ ካደረግኩኝ እኔ ክርስቲያን ነኝ ወይም ሙስሊም አይደለሁም እያለ የሚምል ሰው ያጋጥማል። ይሄ እጅግ አደገኛ የሆነ ጥፋት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከኢስላም ውጭ ባለ ሃይማኖት መሐላ የማለ ሰው እንዳለው ሆኗል ወይም ከኢስላም ወጥቷል ብለዋል። ቡኻሪ እና ሙስሊም ዘግበውታል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እኔ በተናገርኩት እናንተን በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ስብሓነከ አላሁማ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።